معطر الفم البيتي. معطر الفم البيتي ده علشان اي حد مثلا واكل اكله، اي حد عنده مشاكل حتى في ريحه البق كده، مرات في ناس بيبقى عندهم مشاكل في ريحه البق، فهنعمل ايه؟ هنعمل معطر فم بيتي، بنحطه كده في شنطه ايدنا ويبقى معانا طول الوقت. عشان نعمله عايزين كوبايه ميه، عود قرفه صغير، ربع كوبايه نعناع، قشر نص ليمونه بس، وعشر حبات قرنفل، معلقه دي اختياري، الورد المحمدي ده اختياري. هناخد دلوقتي الميه، هنحط كوبايه ميه وهنحط فيها الاتي: قشر نص ليمونه بس عشان ناخد النكهه بتاعتها، بس نص ليمونه، وهنحط عود من القرفه يكون صغير مش كبير، هنحط تقريبا 10 حبات قرنفل، ومحدش يقول لي القرنفل مش كويس للسنان، لان القرنفل بيتعمل بيه الادويه بتاعه السنان، وحتى الغسول بتاع الفم اللي بنجيبه بيبقى فيه منه بنكهه القرنفل، فعادي. وهنحط نعناع زي ما هو كده، تمام. عندنا عسل كمان، عايزين نحط عسل. عسل، لو في عسل نحط عسل علشان يحللنا الطعم اللي ده. تقدروا تستعملوه من غير عسل طبعا، بس بالعسل يعني احنا بنبقى مبسوطين واحنا بنبخه، لانه ده غير انه هيبقى افيد، لان احنا اللي هنبخه ده هنشربه هناكله في الاخر يعني. ده هنفضل بقى حاطينه كده هنا، ياخد له غلوتين على النار لغايه ما يغلي، وبعدين هنسيبه يبرد ونستعمله.